الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة المرقاة، في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذا المساء، مساء الأحد، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاد المصري، إمام وخطيب جامع أبي هريرة بالرياض. حياك الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. حياكم الله، نسعد بتواصلكم معنا مشاهدي الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسرنا ويشرفنا تواصلكم معنا عبر حساب البرنامج في تويتر الذي يظهر بين الفينة والأخرى. بداية شيخنا الفاضل، لعلنا نبدأ هذه الحلقة المباركة في هذا اليوم عن الحديث فيما يحدث الآن خاصة في الساحة الإعلامية وخاصة في تويتر، من الخوض في أعراض الناس وتبادل الاتهامات والكلام بأحاديث لا تليق ولا ينبغي أن تكون في مثل هذه الأماكن. رسالة الشيخ محمد لمن يسمعه ويشاهده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا إخواني، القول السديد هو القول الموافق للحق، ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إن التنابز بالألقاب والتعيير بالمسميات الغريبة، سواء من التعيير بالقبلية أو باللون أو بالجنس أو باللغة أو بالعمل أو بالمال أو بخلق أو بالتحزب أو غيره، لا شك أنها أمور خطيرة. وقد قال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فعلى المسلم أن يمسك عليه لسانه، وأن يتقي الله عز وجل فيما يقول ويدع. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب، ولكن ببيان الخطأ بذاته، لا بنسبة من ارتكب هذا الخطأ إلى جهة معينة أو حزب معين أو لون معين أو جنس معين أو غير ذلك، مما يثير في النفوس الضغناء الضغينة ويثير فيها الشحناء ويؤدي إلى الفرقة. نحن مأمورون أن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، ولكن بحسن خلق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يجب أن نتكاتف في هذا المجال، وأن تكون عباراتنا مسددة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة رضوان الله عليهم، حتى تجتمع الكلمة وتأتلف وتعود الأمة إلى سابق عهدها من الاجتماع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ليصبر بعضنا على بعض، ونتحمل بعض يتحمل بعضنا بعضا، وبدلا من أن نخوض في أعراض بعضنا المفروض أن يدافع بعضنا عن بعض، أيا كان لونه أو جنسه أو اتجاهه أو يعني انتسابه. يجب أن يكون هدفنا واضحا ساميا، ألا وهو الفردوس الأعلى. وبالتالي أمور الدنيا والانتصار للنفس أو الانتصار للجنس أو انتصار للون أو الانتصار للحزب، يجب أن لا يكون هو الهدف أو الأمر السائد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن يؤلف بينهم وأن يصلح ذات بينهم. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخنا. نذكر الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة، يسرنا تواصلكم معنا وطرح أسئلتكم علينا، وبإذن الله سيجيب عنها صاحب الفضيلة. شيخنا الفاضل، لو تكلمنا يعني لاحظنا في الحلقات الماضية وفي إحدى الحلقات كانت معكم أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتصل ويشتكي من حال أبنائه مع الصلاة. بعضهم الشيخ يقول أني أوقظ أبنائي للصلاة لكني لا أجد منهم استجابة، لذلك أذهب إلى المسجد لا أراهم يتبعونني للصلاة، أرجع أجدهم على نفس ما هم عليه، بل أن بعضهم يقول أنه صلى وهو يعلم والده أنه لو لم يصلي، يقول عجزت في ذلك. نصيحتك ورسالة لهم من عجزوا في 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 تذكير أبنائهم في حرصهم على أدائهم للصلوات. أسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا جميعا بصلاح ذريتنا. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمات. إخواني، الصلاة عمود الدين، وإذا سقط العمود فماذا يبقى؟ لقد أمر الله عز وجل بالصلاة في محكم كتابه في أكثر من 43 آية، يقول الله عز وجل فيها وأقيموا الصلاة، ويقول عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أعوذ بالله. فترك الصلاة من الأمور الخطيرة، والتساهل فيها من الجرائم العظيمة التي يعني أقل أحوالها أنها من كبائر الذنوب وعظائم الأمور. وذهب بعض المحققين من السلف والخلف إلى أن ترك الصلاة ولو تهاونا وكسلا إلى أنها من الكفر. وعلى كل حال، فعلى المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى. واجب أولياء الأمور إنقاذ أبنائهم وأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لقد امتدح الله عز وجل نبيه إسماعيل عليه السلام بأنه كان وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم، هذا هو الواجب. الواجب على الأب وعلى الأم أن يأمروا أبناءهم بالصلاة. من أجل ماذا؟ حتى ينجوهم من العذاب، حتى يفوزوا بالنعيم. فربما يعني نغضب إذا كانت الشهادة لابننا راسب في مادة أو مادتين، فمع أن عنده مجال أنه يعيد الدور الثاني، وعنده مجال إذا ما نجح هذه السنة ينجح السنة التي بدأ. لكن من مات وهو مصر على ترك الصلاة فما هو الحل معه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم السعادة في إقامة الصلاة والشقاء في تركها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. من صلى البردين دخل الجنة. هذه في مجال التبشير، يعني نبشر من يقوم بالصلاة أنه في ذمة الله وفي أمانه، ويعني يكون في عهد الله سبحانه وتعالى. فمن كان في عهد الله فالله سبحانه وتعالى معه. فمن ترك الصلاة بعكسها والعياذ بالله. وإذا قلنا من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة، مفهومها أن من لم يصلها لا يستحق هذا الثواب العظيم. وقد ورد في الوعيد الشديد لمن مات وهو مصر على النوم عن الصلوات المكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجلين، أحدهما مضطجع والآخر قائم عليه بصخرة، فإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيشدخ رأسه يشلخه
والعياذ بالله، ينتصف رأسه نصفين ثم يتدهدر الحجر. هذا القائم يذهب ليأتي بالحجر فيصح رأس هذا المضطجع ثم يضربه مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يعز عليه أن يرى في أمته من يعذب هذا العذاب يقول سبحان الله ما هذان، يعني ما هذا الرجل القائم وما هذا الرجل المضطجع الذي يضرب هذا الضرب. فيقال له في الحديث في صحيح البخاري ذاك الرجل أخذ القرآن ورفضه وينام عن الصلاة المكتوبة والعياذ بالله. هذا كما قال مفسرو شراح الأحاديث في عذاب القبر لتارك الصلاة. ويوم القيامة وردت الآيات فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وويل وغي هي كلمة وعيد، وبعض العلماء يقول هي أودية في جهنم والعياذ بالله، يستحقها من مات وهو مصر على ترك الصلاة أو نسيانها أو البعد عنها. فهذا الكلام يا إخواني وأخواتي هو دعوة لنا لنتفكر، لنعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونحرص على أبنائنا، والأبناء أنفسهم يحرصون على أنفسهم. يعني أنقذ نفسك يا عبد الله، أنقذي نفسك يا أمة الله، سواء كنت شابة، سواء كنت شابا أو كنت فتاة أو كنت رجلا كبيرا. للأسف الشديد شيخ محمد يعني يقال إن هناك بعض كبار السن من لا يصلي وهو على حافة 60 و70 و80 والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله من بلغ 60، في رواية 50، يعني أعذر إلى الله سبحانه وتعالى ولم يتب. فهي دعوة لنا جميعا جميع المؤمنين أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير في ترك الصلاة، لعلنا من الآن نقول إن شاء الله لا نترك ولا صلاة ولا ننام عن أي صلاة ولا ننشغل عن أي صلاة. يا إخواني الله تعالى يمتدح التجار، التجار اللي عندهم أموال ومشغولين لكن تجارتهم لا تشغلهم عن الصلاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عندهم تجارة وعندهم بيع لكن إذا جاء وقت الصلاة توقفوا عن التجارة والبيع واتجهوا إلى الصلاة فلهم النجاة ولهم السعادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يرزقنا التوبة النصوح. اللهم آمين. اللهم صل على نبيك يا شيخنا وينفع بعلمك. نذكر الإخوة المتصلين مرة أخرى بأرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسرنا تواصلكم معنا عبر حساب البرنامج في تويتر الذي يظهر بين الفينة والأخرى. طيب شيخنا، بما أننا تكلمنا عن الصلاة والاهتمام بالصلاة، دور الأسرة ودور رب الأسرة في ذلك، بعض الآباء قد لا يحث أبنائه على الصلاة، بعضهم قد يحث لكن لا يجد استجابة من أبنائه للصلاة. طبعا يختلف من يجيد النصح ممن لا يجيده. نحن نقول من يجيد النصح فواجب عليه أن ينصح، ونحن دائما نحث الجميع على أن تكون النصيحة الحسنى، وقولوا للناس حسنى. وحتى ولو كان خائف على ولدك ليس معنى هذا أن تقسو عليه أو أن يعني تسيء له بالعبارات. يعني بعض الناس ممكن أنها يشتم ولده حينما يدعوه إلى الصلاة، مما يجعل الإبن يعني بدلا من أن يستجيب الشيطان يعينه، وهذا ولي الأمر يعين الشيطان على ولده. لا يا أخي، قل لابنك الخير، وإذا وابحث عن الطريقة المؤثرة في ولدك. إذا كنت لا تحسن ذلك، ما تحسن النصيحة، عندك إمام المسجد، حاول أن
تحبب ولدك بالصالحين الذين يعني الذين يحرصون على الصلاة كطلاب حلقات التحفيظ وفتيات الدور النسائية بالنسبة للنساء. حاول يا إخواني أن غيرك يعينك على إصلاح أبنائك، وذلك بالصديق الصالح والصديق السوء. احذر من أصدقاء السوء، وعليك بالأصدقاء الصالحين. أصدقاء الصالحين هم الذين إذا رأوك على خطأ دلوك عليه، إذا رأوك على صواب سددوك وأعانوك. هذا ابحث لابنك عنهم وتمسك بهم، بل وادفع الأموال الثمينة حتى ابنك يكون مع هؤلاء. فإذا يعني من سار مع الصالحين صلح، ومن سار مع الفاسدين والعياذ بالله يوشك أن يكون فاسدا. نعم، بارك الله فيك شيخنا وصلى الله بعلمك. طيب شيخنا، بقى ينتشر خاص بما نتكلم في الصلاة، ولعلنا سبب في الصلاة كثيرا، لكن الشيخ ينتشر أن الثعبان، هناك الثعبان الأقرع يكون في 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 القبر يعذب به ما يتخلف عن الصلاة أو لا يؤديها، هل هذا الكلام صحيح أن هناك ثعبان يقال له الأقرع في قبر الإنسان إذا وضع وهو تارك للصلاة أو متخلف عنها، أن الله يعذبه بذلك في قبره قبل القيامة؟ لا، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حديث أن من عذاب القبر أن تارك الصلاة يعذب في قبره عن طريق الثعبان، ولكن سمعنا الحديث الذي في صحيح البخاري أنه يؤتى به ويؤتى برجل معه صخرة فيضرب رأسه والعياذ بالله، فيشدخ رأسه، وكلما صح رأسه شدخ مرة أخرى. هذا هو العذاب، عذاب القبر الذي صح في تارك الصلاة، أجارنا الله وإياكم. وهو كما قلنا دافع لأن يعني نتنشط ونستيقظ ونعود إلى أنفسنا، ونترك يعني التخلف عن الصلاة. نعم، بارك الله فيك شيخ. معي الأخت عبير أول متصلة معنا في هذه الحلقة اليوم. أخت عبير السلام عليكم. أخت عبير السلام عليكم. أخت عبير تفضلي، أنت على الهواء يا أخت عبير. طيب معي أبو تركي. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو تركي. جزاك الله بالخير يا شيخ محمد، أنت فضيلة الشيخ. مسيت بالنور والسرور، يا مرحبا بك يا غالي، تفضل. سؤالي يا شيخ محمد. سم. في مكة إذا أخذت عمرة، هل يجوز لي أخذ عمرة مثلا لوالدي، والدي ووالدتي متوفين؟ في نفس الحرم، والله لازم أروح أحرم وأرجع ثاني مرة، والله كيف؟ يعني أنت تقصد تأخذ عمرة لك أنت، وتريد أن تأخذ؟ أنا بأخذ عمرة. أيوة، تبي تأخذ معها عمرة لوالديك؟ أي نعم. طيب هل تحرم من الحرم أو ترجع إلى الحل ثم تحرم؟ أي نعم. طيب كيف واضح. يعني؟ واضح يا أبو تركي، واضح. سؤال آخر؟ ها؟ سؤال آخر حبيبنا؟ لا، الله يحفظ. شكرا، شكرا لك. طيب ألو، تفضل يا أختي معي الغالية. ألو، السلام عليكم. تفضل يا أختي. لو سمحت يا شيخ، أنا علي أيام قديمة من رمضان وحرمنا الحول، بعدين صمت بس ما تصدق. عليك أيام؟ أي أيام من رمضان، رمضانين. يعني عرفت عدد هالأيام اللي من رمضان عليك؟ 10 أيام. يعني وجاء رمضان الثاني ما صمتي؟ أيوه، بعدين صمت رمضان بعد الثاني وما صمت بعد. يعني مر عليك رمضانين ولا صمتي هالعشرة أيام؟ إيوه، ما صمت. سألت مفتي قرأ معلش أيام صحيح. سألتي مفتي عن إيش؟ عن صيام. أنا صمت بس ما صدقت. صيام بدون كفارة يعني؟ إيوه، بعدين قال صيام صحيح. يعني أنت صمتي هالعشرة أيام بعد رمضانين اللي مروا عليها؟ إيوه، بعد حلال. طيب شكرا، شكرا لك يا أختي، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب شيخ، لعل نجيب على ست الأخوة المتصلين. الأخ أبو تركي كان يسأل الشيخ، يقول إذا كنت في مكة وأخذت عمرة وأردت أن أخذ عمرة عن والدي، هل يحرم من نفس مكانه في الحرم أم يخرج إلى حدود الحرم ويحرم ثم يعود ليأتي بالعمرة عن والديه؟ نعم،
نسأل الله تعالى أن يغفر لموتانا وموتاكم. يحرص كثير من الناس على نفع والديه ويظن أن أفضل شيء في ذلك العمرة، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذه الأشياء الخمسة هي أكثر الأشياء التي تنفع الميت في قبره، وكذلك الصدقة عنه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ذكر الصدقة الجارية التي تبقى له. فدعاء هذا المعتمر لأبيه في الحرم أفضل من ذهابه إلى الحل لكي يعتمر عنه، وإن اعتمر عنه فلا حرج، لكن من الحل، لا يعتمر من نفس مكانه، يذهب إلى الحل سواء مسجد عائشة التنعيم أو غيره، أي منطقة، لكن الناس تذهب إلى التنعيم لأنه الأقرب، هو أدنى الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدنى الحل أو أقرب الحل، فيذهبون إلى هناك ويلبي بالعمرة الثانية، لا حرج في ذلك على الصحيح، رغم أن هذه من مسائل يعني الخلاف، لكن المؤكد أنه ليس هو الأفضل بالنسبة للميت. فلو دعا له وهو ساجد، أو دعا له وهو في بين الأذان والإقامة، أو دعا له في الثلث الأخير من الليل، أو يكون هذا الدعاء أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب نفعا لوالده. لذلك في الثلاثة الذين يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر: أو ولد صالح يدعو له. يا إخواني وأخواتي، إذا أردت أن تنفع والديك في قبريهما فاحرص على أن تكون صالحا، ثم احرص على أن تدعو لهما وأنت صالح حتى يستمر الأجر لهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. بارك الله فيك شيخ وسلام في علمك. الأخت الغالية سألت أيضا سؤال، تقول: عليها 10 أيام من رمضان، مر رمضان الذي يليه ثم الذي يليه الآخر، تقول: ثم صامت بعد ذلك 10 أيام صياما فقط بدون كفارة، وتقول: سألت أحد المشايخ وقال أن صيامها صحيح. هي الآن تسأل الشيخ حتى يطمئن قلبها أيضا، هل صيامها صحيح بدون كفارة، أم أن عليها كفارة لتأخرها عن القضاء بعد رمضان الذي أفطرت فيه؟ على كل حال نبشرها أن الصيام صحيح، لا يعني، والكفارة هي أمر زائد، فهل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة هذا يتعلق بسبب التأخير. فإن كان سبب التأخير، سبب تأخير القضاء، التهاون والكسل، فلا شك أن عليها كفارة. وإن كان السبب يعني العجز أو المرض أو الانشغال يعني بأمر لا تستطيع تركه، فلا كفارة عليها، الكفارة لمن قصر وفرط. نعم، بارك الله فيك، يعني الكفارة فقط في حق من قصر وفرط في القضاء، صحيح؟ نعم، هذا هو. بارك الله فيك. طيب شيخنا بارك الله فيك، لو تحدثنا عن الكفارة شيخنا في اليمين، بعض الناس قد يلجأ مباشرة إلى الصيام في كفارة اليمين، ولا يبدأ بما هو قبل ذلك من عتق رقبة وإطعام 10 مساكين، لو علقتم على ذلك، وهل يا شيخ يجمع كفارة واحدة تجزئ عن أيمان عدة، أو أنا لكل يمين كفارة مستقلة عن اليمين الأخرى؟ يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. فكفارته يعني إذا خالفت اليمين المنعقدة، إذا خالفت أيها يا عبد الله أو يا أمة الله، من خالف اليمين المنعقدة يعني حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله، أو حلف ألا يفعل شيئا ثم فعله، ثم فحينئذ تجب عليه الكفارة. هذه الكفارة ما هي؟ يقول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هو مخير بين 3 أمور:
إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة. فمن لم يجد، يعني من لا يستطيع إطعام 10 مساكين أو لم يجد المساكين، عجز بحث عنهم ولم يجدهم، فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. بالنسبة هل تكفي كفارة واحدة عن عدة أيمان؟ إذا حلف عدة أيمان على أمر واحد، يعني قال والله لا أدخل بيت فلان، ثم من بكرة قال قسما بالله ما أدخل بيت فلان، ممتاز. ثم بعد بكرة قال قسما بالله ما أدخل بيت فلان، نفس الشخص ويحلف عليه ولم يكفر بعد، لم يكفر، فحينئذ تكفي كفارة واحدة. أما إن كانت أيمان مختلفة، يعني حلف أن لا يسافر وأقسم أن يدخل بيت فلان ولم يدخله، وأقسم أن يشتري سيارة ولم يشتريها، فأيمان مختلفة، فهل تكفي فيها يمين واحدة، أو هل تكفي فيها كفارة واحدة، أو لكل واحدة منها كفارة؟ يعني للعلماء في هذا قولين مشهورين، فيعني وإن كنا نرى أنه يكفي كفارة واحدة، لكن الأبرأ للذمة أن يكفر عن كل يمين كفارة، عن كل يمين كفارة. نعم، بارك الله فيك. قبل أن أسألك شيخ على الكفارة، ما هي؟ أستاذنك في اتصال معي أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، مساء الخير يا شيخ. مساء النور، حياك الله يا أبو عبد الله، يسمعك الشيخ، سؤالك. كيف حالك يا أبوي؟ أهلا وسهلا. أقول يا أبوي، أنا تركت قطة في منزل وأنا مستاجر إنه، ووضعت لها أكل وشراب، وتركتها ورحت المنطقة ثانية وتأخرت تقريبا 20 يوم أو 15 يوم، ورجعت قد توفت القطة هذه، إيش علي من بهمال منك؟ صحيح، أقول لك أنا تركت لها طعام وما، لكن وكان فيه فيران، على أساس بغيت أقضي على الفيران هذه. طيب طيب طيب، شكرا. الله، شكرا لك يا حبيبنا، شكرا لك. معي الأخت عبير. ألو، السلام عليكم. تفضل يا أخت عبير، أنت على الهواء، سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. سؤالي شيخنا، لا سافرنا، كيف نكسر الصلاة؟ كيف قصر الصلاة؟ والجمع يختلف عن القصر ولا هو واحد؟ يعني مثل يعني نصلى نخلع الظهر مع العصر، أول شيء نصلى الظهر يعني كامل، بعدين نصلى العصر ركعتين كذا، ولا كيف؟ لما الشيخ وضح لنا. طيب، تسمعين إجابة الشيخ في القصر وفي الجمع بالتفصيل بإذن الله. شكرا لك يا أخت عبير، بارك الله فيك. طيب، مع اتصالات. طيب طيب شيخنا، كنا نتكلم عن كفارة اليمين، وتوقفنا عند ما هي الكفارة، ثم أخذنا اتصالات. نرجع لك الآن يا شيخ، نقول ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. ممتاز. إطعامهم إما أن تعطيهم برا أو رزا ونحوه، يعني جاف وهم يصنعونه، أو تشتري لهم أكلا جاهزا. ممتاز. ويعني الأقرب إلى الآية، الأقرب إلى ظاهر الآية، أن تشتري لهم. يعني لو ذهبنا مثلا إلى مطعم بخاري أو مطعم مندي، وناخذ نقول نفر، النفر عبارة عن ربع دجاجة، ربع دجاجة مع رز مع إدام، هذا يكفي لنفر، فنأخذ 10، يعني دجاجتين ونصف، فنعطيها 10 أنفار، أو نعطيها عائلة عندها، أو نذهب إلى عائلة يعني مكونة من 5 أنفار، عائلة أخرى من 5 أنفار، ونعطي هؤلاء جزءا وهؤلاء جزءا، هذا إطعام 10 مساكين. ممتاز. من أوسط ما يعني من الطعام الطيب، الأوسط هو الطيب، الوسط هو الطيب، يعني الذي ترضاه لنفسك. ثم إذا أو كسوتهم، تكسوهم، الكسوة عبارة عن ثوب وسروال وفنيلة، وفي بلادنا مثلا غترة طاقية، بحيث يكون لباسا مناسبا لعشرة. وأيضا بالنسبة للمرأة ما يناسبها من الألبسة. نعم. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو يحرر رقبة، يشتري رقبة ويعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا أنت بالخيار بين هذه الثلاثة. فمن لم يجد
ما استطاع فإطعام فصيام ثلاثة أيام. ممتاز. هل هذه الثلاثة أيام متتابعة أو غير متتابعة؟ يعني المسألة فيها قولان أيضا لأهل العلم، وإن صامها متتابعة خروجا من الخلاف فهو أولى. نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب إذا أخذت هذه الإطعام وذهبت به إلى عمال النظافة، هل يجزئ بإعطاء عامل النظافة؟ لا مانع. عمال النظافة ضيوفنا وإخواننا، ويعني يتحملون يعني ما يعني في الحقيقة نوع من الإساءة. أولئك الذين يرمون القاذورات والزبائن في الحارة وفي الشوارع وفي أماكن التنزه ونحوه، لا شك أنهم مسيئون. فهؤلاء جزاهم الله خيرا، عمال النظافة يقومون بواجب يعني بالواجب الذي علينا. وطبعا وإن كان يعني يأخذون مرتبات، لكنها مرتبات زهيدة لا تغطي صحيح. حاجتهم ولا تكفي يعني لقضاء شيء من يعني مما يحتاجونه. ولذلك هم أقرب ما يكونون إلى المساكين أو الفقراء، فإعطاؤهم لا شك أنه مما يسد حاجتهم. نعم. في هذا المجال. نعم. طيب شيخ، إن كانوا غير مسلمين وعلى باختصار، يعني اشترط الفقهاء أن يكون المساكين من أوسط ما تطعمون، من أوسط ما فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أنفسكم أو أهليكم. فيحملون المطلق على المقيد، يعني كفارة عتق رقبة مؤمنة إطعام 10 مساكين، يعني يقولون من المؤمنين. ممتاز. أو من المسلمين. نعم. يعني الأفضل يكون مسلم. الأفضل ما في شك. نعم. لا شك. بارك الله فيك. نعم. طيب أنا بقي معي أقل من 10 دقائق ومعي آخر اتصالين في الحلقة. معي أم محمد، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. أهلا وسهلا، سؤالك يا أختي. سؤالي يا شيخ، أنا حلفت على ولدي إنه ما يروح، قلت له رقبتي 100 فاطر. قلت إيش؟ إنك ما تروح، وراح. والحين يا شيخ أنا مريضة ما أقدر أصوم، أبغى يتعلمي عليك كفارة وشي. الشيخ توها جاب يا أم محمد على الكفارة، ما سمعت الإجابة؟ أطعمي 10 مساكين. أنا حلفت، كنت بذل 100 فاطر. طيب بس الشيخ يكلمك يا أم محمد. أطعمي 10 مساكين يا أم محمد، أطعمي 10 مساكين. طيب علي غير يا شيخ إيمان ثانية، بس متعددة من مرة أقول والله، مرة قلت علي بذل صيام، ومرة وكلها ما صمت يا شيخ، ولا تعبان هسه ما أقدر أصومها. أطعمي 10 مساكين بس، أطعمي 10 مساكين عنها كلها إن شاء الله. عن كل كفارة ولا عن كفارة ولا تعودين لها، لا تعودين للأيمان. ينطبق عليك قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. مالكم. نعم إن شاء الله. شكرا. كفارة واحدة أنا كلها. نعم يكفي إن شاء الله. شكرا يا محمد. معي أم نورة آخر متصلة في هذه الحلقة. أم رهف، السلام عليكم. تفضل يا أختي، أنت على الهواء. عندي سؤال الله يجزاك خير للشيخ. تفضل يا أختي سؤالك. أنا عندي 10,000 لها 8 سنوات، ما حطيتها لا في البنك ولا عندي موجودة عندي، ولا زكيتها، عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ طيب شكرا لك. يلا. طيب شيخ، نرجع لأسئلة الأخوة المتصلين. الأخ أبو عبد الله كان يقول أنه ترك قطة في المنزل وجعل عندها شراب وأكل وشراب، يقول تأخرت 20 يوم، يقول لما رجعت وجدتها متوفية في المنزل هذه القطة، هل يأثم في هذا الفعل أم لا؟ مع أن شيخ أبقاها حتى تقضي على فئران في المنزل. ألا أن يستغفر عن التأخير، عن يعني عن التقصير، ويعني في هذا يستغفر ويتصدق، هكذا صدقات عامة عموما. نعم. نعم. بارك الله فيك وسأل الله في علمك. الأخت عبير تقول إذا سافرنا كيف يكون القصر وكيف يكون الجمع، وتريد إجابة. نعم. عن ذلك، ولعل الشيخ يكون إجابة باختصار كرما. أحسنت. إذا خرج المسلم أو خرجت المسلمة من بلدها وغادروا العمران. نعم. فيشرع لهم أن يقصروا الرباعية، يعني الظهر يصلونها بدل 4 يصلونها ركعتين. نعم. والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما. ثم إن صلى المسافر إماما أو منفردا فله القصر، فإن صلى مأموما
مع إمام مسافر يصلي مثله، أو كان مع إمام يتم فيتم مثله، وهذا منذ أن يخرج من بلده إلى أن يعود إليه، منذ أن يخرج من بلده مسافرا إلى أن يعود إليه، إلا أن ينتقل من بلد إلى بلد، يعني ينتقل عمله ما عاد مسافر، ما لم يعد مسافرا وإنما صار يعني في البلد الآخر، ف يعني تنقطع أحكام السفر في حقه. أما بالنسبة للجمع فالجمع للحاجة، إذا كان وهو في الطريق فيجمع، أما إذا كان في البلد فيصلي مع المسلمين، هذا هو الأصل. فإن احتاج إلى الجمع لمرض أو يعني عمل مستمر فلا مانع أيضا من أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. بارك الله فيك. طيب شيخنا، لعل مثلا إذا سافرت أنا للطائف مثلا وأريد أن أبقى في الطائف مثلا 15 يوم أو 30 يوم، هل يشرع في حقي الآن مع أن يعلم أني سأبقى 15 يوم أو 30 يوم، هل يشرع في حقي الآن الجمع والقصر حتى أعود إلى الرياض أو لا؟ على كل حال هذه من المسائل التي يعني تكلم فيها العلماء، وجمهور العلماء على أن المسلم الذي يريد أن يبقى في بلد ما أكثر من 4 أيام أنه بعد 4 أيام يعني تنقطع في حقه رخص السفر، وهذا هو الذي يعني عليه يعني عامة مشايخنا، فلا نريد أن تكون الفتوى العامة بخلافها في هذه المسألة. نعم، بارك الله فيك. آخر متصلة كانت معي في هذه الحلقة هم رهف، كانت تقول أن لديها مبلغ من المال منذ 8 سنوات، مبلغ 10,000 ريال، تقول أنها لم تزكيها، وهل عليها زكاة أصلا؟ نعم، 10,000 ريال عليها زكاة. نعم، يعني سواء اعتبرناها من الذهب أو الفضة هي نصاب، بلغت نصابا، وعليها أن تزكيها عن كل سنة 250 ريالا. بارك الله فيك. يعني تقريبا 8 في 200 هذه 1600، و8 في 5 وهذه 400، يعني تجمع هذا مع هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها في تخصيرها. ويعني ندعو إخواننا وأخواتنا إلى الاهتمام في موضوع الزكاة وعدم تأخيرها، فالله سبحانه وتعالى أمر بأداء الزكاة وإعطائها لمستحقيها، وتأخيرها هو ظلم لهؤلاء يعني الأصناف الثمانية. نعم، وسيحاسب العبد على هذا التأخير على المسلم، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، ما دام بلغ نصابا، والنصاب يعني إذا قلنا إنه يعني من الفضة وهو ما عليه جمهور أهل العلم، يعني ما يبلغ 1,000 ريال تقريبا. صحيح، يكون نصابا، ولذلك اللي عنده هذا المبلغ زائد عن حاجته وقد ادخره للزمن فعليه أن يتصدق ب2.5%. نعم، بارك الله فيك شيخنا، وأسأل الله أن ينفع بعلمك ويجزاك عنا خير الجزاء على ما أجبتم بها أستاذ المتصلين، فقد أجدتم وأفدتم، شكرا لكم صاحب الفضيلة. في أمان الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، ها نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى، الشكر فيها موصول لمن أجاب على أسئلتكم عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاد المصري إمام وخطيب جامع أبي هريرة بالرياض. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل المغرب الثلاثاء القادم، إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما